وين ما كنتم مشاهدينا بتمنى تكونوا دافين لانه العاصفه جايه، وبدي اقول لكم انه الريح رح تكون قويه ب 18 و19 و20، في امطار وفي كمان ثلج، تراكم ثلوج على علو 700 متر. المهم هالريح القويه رح تكون اكثر شيء على الساحل الاوسط والجنوبي، والطقس متقلب إذن مع أمطار متفرقة 16-17-18. اللي بدي أقوله بقدر ما منكون نحن حامين حالنا منتبهين على الطرقات بقدر ما نحن منحمي حالنا، ولكن بتمنى شركات وتجار النفط يكونوا أفرجوا عن المازوت خصوصا بالبقاع والجبال، لأنه مش بس بالبقاع مقطوع المازوت، كمان بجبال وجرود تانية، والسبب صار معروف لأنه عم بياخدوا المازوت على سوريا وابن البلد يتدفى من حرارة الإيمان، ما هيك؟ بتمنى يكون في رقابة على هذا الموضوع مثل ما وعد وزير الاقتصاد والتجارة. معلومة. بمعلومتنا لليوم بدي أذكر كل السائقين أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت أنه مفارز السير عم بتواصل مهنة ضبط مخالفات السرعة الزايدة عبر الرادارات ليلا ونهارا، واللي تسجلت اعتبارا من 9 شباط 2015 ولغايه صباح 16 شباط تنظم 3957 مخالفه سرعه زايده، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه المواطنين، وطبعا لحتى تشكل رادع لدى السائقين للقياده بتأني بغيه تلافي الاحداث. واوضحت انه ابلاغ المحاضر تم عبر شركه ليبون بوست، وعناوينهم موجوده عند ليبون بوست. هم بتدعي كل المواطنين اولا يزوروا موقع قوى الامن الداخلي على الويب سايت اللي حاطينه، اول شيء هذا الرقم اللي حاطينه هو رقم ليبون بوست اللي من خلاله لما بتفوتوا على ويب سايت قوى الامن الداخلي بتتصلوا بالليبون بوست. حطينا هيدا حطينا هلا نيه الويب سايت، هذا الموقع بتقدروا تعرفوا اذا في مخالفه ولا لا، في حال في بتتصلوا على 01-629-629 اللي هو الليبون بوست حتى تشوفوا اذا عنوانكم مضبوط، لانه الليبون بوست بتبلغكم المخالفه على العنوان. يعني حبيت لكم هالشيء حتى تكونوا عارفين قبل بوقت، وحتى اقول للسائقين انه المحاضر بلشت تنعمل وجدية. بنتقل أنا وياكم إلى من المسؤول، ولكن من المسؤول اليوم مش أول مرة نحن منروح على عين سعادة. يعني إذا بقلكم قديش كم من الاتصالات ومن الناس اللي قصدونا على الام تي في حتى يشكوا من النفايات ومن المجارير ومن تعامل البلدية مع أهالي عين سعادة لا تحصى ولا تعد. فزرنا المنطقة، التقينا بالبعض، البعض يمكن رح يكون معنا مداخلات على الهواء، والأهم إنه رئيس البلدية اتصلنا فيه بالأمس ما رد، اتصلنا فيه اليوم كمان ما رد، عم نتصل فيه على رقم السيلولر تبعه الموبايل، ما بعرف إذا هو بالبلد ولا خارج البلد. بكل الحالات نحن اليوم رح نمرق الروبورتاج ورح نسمع صوت الناس مجددا من عين سعادة حتى نشوف شو المشكلة ولي دايما البلدية غايبة عن وجع الناس. روبورتاج منى جلوي. هو كان في هون تجمع للزبالة، شلت البلدية بناء على طلبنا، وين حطوها ما بعرف. اتصلنا بالمسؤولين بيجوا لهون بيشوفوا ايه تكرموه، اتصلنا بالبلدية كذلك الأمر. وين بدنا نروح؟ نحن قاعدين هون ما عنا غير مطرح. نحن شكوى بيئية مش أكتر، موضوع الزبالة اللي مكبوبة بالأحراج وما عم بينظفوها البلدية، الأسباب ما عم نقدر نعرف شو هي، برغم إنه ما بدها شيء. بيقولوا لنا بلا ننظف بلا ننظف، فصرنا عاملين كذا حملة وكذا مكتوب بعتينهم، بعتنا مكتوب لرئيس البلدية بهالموضوع وحددنا له وين المواقع اللي بدها تنظيف. يعني اشتغل صار عامل 20% من الشغل المطلوب منهم. بعتنا لمحافظ جبل لبنان ما تصرفوا. بعتنا لوزارة الداخلية ووزارة البيئة كمان مكاتب نحسهم على الموضوع، بس وزارة البيئة اجت صورت وعن جديد دلفنولي وبلغوني انه هن رفعوا تقريرهم لوزير الداخلية، ووزير الداخلية عطى اوامره للبلدية لتنظف كل الاحراش على الاخر، كل الزبالة الموجودة باحراج عين سعادة. هيدي منطقة لازم تضلها خضراء، هاي الزبالة المكبوبة مكبوبة بالايد،
يعني كل شيء عم نقلها البلدية، تعي نطفي، شيلي هالزبالة، حطي أرمات بتحس العالم لحتى ما بقى تكب زبالة بهالمنطقة. الزبالة المكبوبة مكبوبة من زمان هون، مكبوبة من وقت اللي كانت سكلين، العالم كانت تجي تكب، بتكب الكيس يا رب تيجي بعينه، يعني بتجي دغري تحت، عرفتي كيف؟ بس نحن عم نقلها البلدية، اليوم الوادي مليان، طيب نطفي هلا لأنه ما بقى في زبالة هون للسكلين، وحطي أرمات إنه ممنوع رمي النفايات وهالقصص هاي. يعني مطلوب إنه نعمل هالشي لحتى ما نحرق الأحراج، لأنه يعني في حال احترقت الأحراج بتصير هون بقعة سوداء مثل غيرة. عايشين نحن هون بتليل عين سعادة، عندي ولدين. الريحة ما فيني خبريك، ريحة المجرير يعني قلنا شي سنتين ثلاثة، كل فترة بعد فترة بيرجع، منحكيهم بيصلحوا بيرجع بينكسر، منحكيهم بيصلحوا بيرجع بينكسر. يعني بتكسروا المجرير لأنه معلقين بالهواء، وهولي بلاستيك، نزلوا الأساطير المجرير بالهواء، بهواء الطلق نزلون، وكل شهرين بدهم يتكسروا، وبتنزل المي بتسرسب من تحت حيط الدعم، حيط اللي فصلناه بين العقارين، تنزل وبتسرسب. جاية عم تفوت على البيت، ما فيني خبرك يعني بالريحة. كل برغش أكلنا فدنا، ما خلينا حدا، طلعت عند أصحاب الأملاك لفوق، لعند صاحب الملك، لعند المسؤولين، لعند وليد عزار، قال لي أنا عمرت وبعت، هلأ هني مسؤولين وحاطين لجان وحاطين مسؤولين. هون من لوم البلدية، لأنه مفروض يكونوا تحت الطريق المجرير. أنا لحد علمي بعرف أنه المجرير على الطريق، تحت الطريق ما بيكونوا ظاهرين. بعدين هذا الخندق مسكرين مدخل البناية، هيدا إجوا حفروا، اختلفوا هني والمتعهد هون البلدية ما بعرف شو، وقفوا كمان صار 20 يوم بهالشكل هيدا، ما في واحد يفوت على بيته. كل يوم كل يوم كل يوم بنطلع وبنحكي ومثل بعض المرة، أبدا ولا في شيء أبدا مأثر. هيدي وصولات البلدية معنا كاملة. يعني ما بعرف شو بدي زيد وشو بدي أقول. بدي أقوله للمواطنين يلي طلعوا معنا ويلي اشتكوا، انتبهوا، يمكن الخندق يبقى خندق، ويمكن بلاقي لكم شي شغله حتى ينتقم منكم، مثل ما عمل مع الاستاذ إلي ايوب بسانتر سانت إلي وقطع عنهم الكهرباء مع انه ما بحق له. سياسه الانتقام. على كل حال اتصالاتكم على 04 444 4444. واليوم صباحا وصل لي صوره انه مبارح بالذات حطوا ارمات بيقولوا فيها ممنوع النفايات، ولكن هالنفايات اللي شفناها إلنا شهرين منشوفها، وشهرين منطلع على عين سعادة، وبقلنا رئيس البلدية بدها وقت وبدها 5 أيام وأربعة أيام. وهيدي الأرمة اللي انوضعت مبارح بالذات بعتولنا ليها اليوم صباحا، هيدا كانت المعالجة كلها بهيدي الأرمة، لا أكثر ولا أقل. باخد اتصال. ألو ألو، تفضلي مدام. مدام بدي احكي مع مدام ريبيكا. تفضلي. مدام ريبيكا بدي اسالك شيء، بدي اسالك ما شو بدنا نعمل طريقه مشان هالسوريه اللي فاتحين محلات على الدوره بالدوره. مدام اذا عندهم رخصه واخدينا، بس معقول يعني كيف بدنا نحن ندفع فواتيرنا ورسوم بلديتنا؟ مدام لقلك شغلي، اللي بده يفتح محل ولا بده يستأجر محل بده ورقة من البلدية وبده رخصة، ما بيقدر يفتح هيك. في كتير يمكن لبنانية عندهم محلات مقعدين فيها سوريين، كيف مع سورية. البلدية على ما طالع بيدون شيء؟ شو قالوا لك بالبلدية؟ حكينا مع رئيس جبارة، مع ايه شو رئيس قال؟ البلدية أنطون جبارة، شو قال؟ قال ما طالع بيدو شيء. طب كيف عم بيعطيهم؟ ما عم بيقدر رخصة، ما عم بيدفعوا ضرائب. لكن ما عم يدفع أكيد، ما عم بيروحوا على البلدية أكيد، لأنه البلدية ما بتعطي من هون. يعني وين ما كان اليوم ممنوع، يعني أي حدا بده يفتح بزنس أو محل أو أي شيء بده يكون عنده رخصة، بده يعلقها على البيت، بده يكون دافع رسوم. وبستغرب كتير يكونوا دافعين رسوم وعاملين هالشي بكل الحالات مدام، مش بس على الدورة. امبارح حكيونا كمان من جيب جنين، يعني هيدي بدها على نطاق دولي، على نطاق واسع،
يصدر قرار ويكون في اليوم تفتيش، يعني وزارة العمل المفروض تفتش والوقت زيته يوقفوا كل العالم يلي مخالفة بكل بساطة. نحن رح نشوف شو هي الطريقة اللي لازم تنعمل. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال آخر؟ اتصال آخر. ألو. ايه تفضل مسيو. يسعد صباحك ستنا. أهلين. أنا حكيتك من أسبوعين أنا بتقاعد بقوى الأمن، قلت لك بخصوص المالية تبع قوى الأمن، ما عرفت جواب. جاي ذكرني بالموضوع. لزوجاتهم أجنبيات ردوها للي بالخدمة، رغم أنه أنا كنت بالخدمة بس اتقعدت، ردوها للي بالخدمة لأنه تقعدين ما ردوا لنا الأموال. أوكي. بتأسف بعد ما عندي جواب، بس أنه إن شاء الله بيعطونا جواب نعطيك يا دغري. كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام. فينا نبلغ عن المي مقطوع عنا بالفنار الزعيتري. من أي متى؟ إلى 15 يوم بالضبط في الموتير البير. نعم. بعد اللي هلا ما طلوا عليه وعم نتصل بالشركة بيقولونا بكرة وبعد بكرة اللي هلا ما في شيء. مثل ما صاير كمان بغير محلات للأسف الشديد. نحن أخذنا. لا مسؤول عم يرد علينا ولا أي شخص. أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبا. ألو. تفضل. كيفك؟ نشكر الله. بالنسبة للحجر السوري اللي كان يفوت امبارح. شو هو؟ حجر السوري. حجر السوري. ايه. نعم. نحن بهالأكار الحجر عنا ما يصير يعني أرخص من الفجل. اه يعني يعني تفضل. يعني هني ما يبيعوا حجر ب 12 دولار، نحن كلف 12 دولار، هني ما يفوت ترانزيت شحنات شيء مثل الكتل. اوكي. يعني الدولة ما تاخذ منه لا ضرائب ولا شيء، وكل 100 متر في معرض للحجر السوري، نحن بس علينا نشتغل وندفع مازوت وضرائب ومدري ايش اوكي. كمان هيدي منافسة على يعني غير شرعية مع أولاد البلد. معك حق. كمان اتصال. يعني هون بدي اشوف الجمارك انه ليه ما عم بيوقفون على الحدود هيك سايب الامور، ما بعرف. كمان اتصال. الو. اهلا. مرحبا. مرحبا. بخصوص الفواتير الدولية. اي. في عندك شركة في زحف ام تم العاب وغيرها كمان الحلبة كمان بيعملوا من اوضة وبيدفعونا مثلا 7 دقايق 15,700، واذا تفتت على غير دولي 7 دقايق 1,400 ليرة، وبيقولوا الدقايق ثواني منطرونا كذا وبدون كنترول وكله كذب، والدولة وزارة الغنى عند وزارة الاتصالات عند الوزير بيأمنونهم الفواتير، وإذا صدنا بيجوا بيوقفوا الدولة والسليلات، ما أنت الدولة بتخسر ونحن بنخسر على تنقل التقسيط. بس مين ليش الدولة إنينو ما بيسكروا هذه السرية تلك السرية غيرها مثلا السبت أي إنينك 400 ليرة هي 15,950 وبعدين نشوف الداتا في ضبط بالفواتير كمان. مسيو لقلك شغلة، أول شيء لما تطلب المية مفروض دغري أنت وعلى التليفون يبلش يطلب لك الرقم، يعني بتعطي رقم بكون عم يطلبه هيك مفروض. على كل حال هذا الموضوع نحن منحوله لوزارة الاتصالات. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في، منتابع نتلقى اتصالاتكم على 0444444. ألو. ألو مرحبا. أهلا. تفضل مسيو. مرحبا. أهلين تفضل. بدي أعزبك معك ربيع ضو عضو بلادية القرية المكن الأعلى. ايه اهلا وسهلا فيك. يعني نحن مش بتوقيع برنامج لانه صوت الناس بصوت في هذا البلد. اهلا فيك. بقى نحكي مع حضرتك كمان موضوع محطات البنزين اللي اثرت المره الماضيه بالثلج الادموني ونفس الخبريه، لانه بضيع للمازوت كان الجمعه الماضيه قطعوه 2-3-4 والناس كلها حدا قدر يعبي والناس عم تشحب المازوت الشهادي. واليوم كمان نفس الخبرية امبارح واليوم وبكره ما في مازوت، بتطلع على كل المحطات متحملين للتشحيح ما بتلاقي الطرمبة عندها مازوت. اتصلنا على بكره بحماية المستهلك كمان بياخذوا منك المعلومات وبنشكرك وما عليك كذا وبنهتم بالموضوع لحد هلا، صرنا بعد الظهر
والمشكلة هي ذاتها. نطلع عليك بس لأنه امبارح كان معالي وزير الاقتصاد عم يحكي. مزبوط، كلنا سمعنا واستبشرنا خير وقلنا قبل هالعاصفة على القليل الناس يكون عندها مازوت بهالعاصفة هيدي. يعني اللي صاير انه سترنيت عم تقطع، يعني مثل المي بتقطع العطشان، بتقطع من قدامكم السترنيت وبتروح على الحدود وعلى سوريا وما بيعطوا اولاد البلد. يعني ما بعرف شو يعني ما بعرف وين المواطنه، وين دور الدوله. عندك كل الحق استاذ، يعني الواحد على القليل يستفيد كمان هلا لانه احنا بعز الشتاء وعندنا شتاء، مش الواحد عم بيحط ببيته حتى يخزن مازوت. اهلا وسهلا فيك. يعني هذا كمان برسم وزارة الاقتصاد اليوم قبل بكرة مفروض أنها تتصل بالشركات وبالتجار أنه أقله يبعثوا سترنيت أولا إلى بنب حمدون لترشيش، إلى بسكنتا، إلى البقاع. البقاع كله ما في أبدا، ما في مي، ما في أبدا مازوت. كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور أهلا. بونجور أهلا تفضل. مسوع شو عندك تفضل. معك سمير جعجع من زق مصبح حي أدونيس. ايه اهلا اهلا فيك استاذ تفضل. في عنا المية الى 3 أسابيع مقطوعة. نعم. وعم نرجع من الشركة ما مش عم بيردوا علينا، ساعة بيقولوا لنا وبعتنا الورشة، ساعة بيقولوا لنا اجت المطير. اف يعني لا مي ولا كهرباء. لا كهرباء ولا مي. ولا مي ابدا، يعني مثل كأنه أول مرة بتشتت الدنيا بلبنان، عرفت كيف؟ والماي سارحة على الطرقات والتلج الحمد لله ونعم قد ما بدك، والبشر ما بيعرفوا ينظموا شيء. معك حق انك تكون مستاء، معك حق، لانه كمان ما في احترام لا للمشترك ان كان بالماي ولا بالكهرباء، وهودي ابسط امور لازم تتامن للناس. كمان اتصال. تفضل تفضل مسيو. بونجور. بونجور مدام رابيكا. تفضل. يعطيك العافية. أهلين. معك رامز الحاج من عمشيد. أهلا وسهلا فيك. أحكيك بشان الماي، قلنا 2.5 شهر. أوكي. من سنة الماضية دفعنا الفاتورة، مشيت يومين ثلاثة وبعد لهلأ ما فيه. وين عمشيد؟ فاتورة رسمية. نعم. عمشيد مشروع الهيل. أوكي. قدمنا شكوى رسمية وكل واحد بيدفع على الثاني. أوكي. اهلا وسهلا فيك. يعني اللي بدي اقوله انه طيب من سنتين ما في مي، سنه الماضي قالوا لنا جفاف وكلنا شعرنا بالجفاف وبالتقنين القاسي، قلنا ماشي الحال بنستفيد بيزبطوا شوي القساطر، المي توصل مي افضل. السنه 720 مليمتر صار مسجل تساقط الامطار، يعني 3 مرات اكثر عن سنه الماضي، وبعدنا الحمد لله جايين هلا هذا الاسبوع على ثلج وعلى شتي، طرقات سارحة فيها المي، ما فينا نقول ما عنا مي، عنا مي وعنا تلج، ولكن وين رايحة المي؟ بتبقى أساطي المكسورة جمعة وجمعتين وثلاثة بتبقى مكسورة وما حدا بيطلع فيها. بتقولوا لنا نحن لوسائل الإعلام اتصلوا بي، يعني لما بيتصلوا فيكم بيشكوا عن المي، حولوهم دغري على المصالح. نحن منحول على المصالح، والمصالح شو بتقولن؟ بيرجعوا بيخبرونا ايه تكرم عينكم وبتروح القصة، لنرجع نتدخل ونرجع نشوف شو القصة. تجي المي، تجي المي ساعة ساعتين وبترجع بتروح. اليوم برومية عم توصل المي معوكرة، يمكن لأنه عم توصل حمراء يعني معوكرة، وأكيد في مناطق تانية عم توصل معوكرة، بس في حال كانت الشركة هي موقف المي ما عم بتوصل لأنها معوكرة، ما لازم تعمل هيك بيان سطرين ثلاثة تخبر فيه العالم تخسروا نود أقولكم قديه بكلفوها. السترنيت مثل ما بدنا، هيدا بموضوع المي، يعني المي قد ما بدنا ولكن ببيوتنا ما في. الكهرباء نفس الشيء، ما بعرف ليه ما في كهرباء. الباخرتين بيقولوا نحن عم نشتغل، نحن مربوطين على الشبكة وما أحسننا، والكهرباء بتعملنا بيان من يومين بتقول عنا أعطال كتير وعم نصلحها وماشي الأمور، بس البلد كله معتم. كمان اتصال. اتصال. ألو. بونجور. بونجور تفضل. محمد المصري معي من البقاع. ايه اهلا استاذ محمد، اهلا تفضل. اهلا فيك. جيتك من فتره والكليب وقت بدوين انت 2006 قلت لي بدك تبعث لنا رقم الاحالات وهي. ايه جيتي كان 2010 وبعدنا لهلا ناطرين طلبات بالنيابه العامه الماليه.
الموضوع انه نحن الوحدات السكنية اللي راحوا شي 14 وحدة واللي نعم. قدموا من فوق 30 او 40 وحدة وبعد طلباتنا واقفة من ورا اللي زعبروا وقدموا طلبات انه راح يفتحوا يعني هلا صار خلقان جيل وما جيل ونحن بعدنا ما وصلنا لحقنا من سنتلقلكم ست سنين بعدكم ناطرين نعم طيب أنا إذا بدي راجع بالموضوع بدي أقول وين يعني بدي على القليلة أنتوا بأي منطقة بالبقاع؟ علي النهري قضاء زحلة أوكي إن شاء الله أقدر هيك من 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 خلال هون أقدر أعرف شيء بالهيئة العليا كمان اتصال ألو ألو تفضلي مدام يعطيك العافية أهلين ألو تفضلي أنا بالنسبة للموتوسيكلات اللي عم بيضلوا بالطرقات نعم ما عم نقدر نمشي بسيارتنا من كتر عجقة الموتوسيكلات وين؟ بس لفتت منظر لوزير الداخلية لو بالضاحية الجنوبية بالضاحية وين بالضاحية؟ على أي شوارع؟ كل الشوارع الرئيسية أوكي طيب كمان اتصال؟ يعني موضوع الدراجات النارية حتى القوى الأمن بتقلنا ما بتقدر تلحقهم لأنه إذا لحقتهم بتخاف أنهم يعملوا أكسيدان هن على سرعتهم يعني سيف ذو حدين يعني من هيك بدي أطلب من كل يلي معهم موتو ولا موبيلات هيدي تعتبر إلية يعني بتمشي على الطريق مثل ما بتمشي السيارة والكاميون ويعني ومفروض عليها يكون رقم هلأ ما بعرف ليه بالضاحية وبغير الضاحية كمان يعني في خطر والقوى الأمنية حتى تلحقهم بتخاف كمان إنه ينعمل شيء أكسيدان ولا شيء تاني كمان هي وملحقتهم بتخاف على سلامتهم قد ما بيكونوا مسرعين وعم يعملوا بهلوانات كمان اتصال ألو ألو تفضلي ألو تفضلي بونجور مدام بونجور كمان أنا بدي بلغ عن مشكلة الماء وين وين الماء وين؟ مدام بني بايك إلى كل الشدة ما أجيت ولا نقطة؟ إيه ما أجيت أبداً أبداً وين؟ عم يلحقوا مسطرة كاميونات وين بني بايك؟ بنزلة الفرنسوية بلولا أوكي كمان اتصال؟ ألو ألو تفضل مرحبا مرحبا معك محمد حادي أهلا أستاذ محمد بدي عزك ليك انا مريض كلى وقفه كلوي وعمل ديليز هلا نعم وان شاء الله امي صحت لي انا كلوي الزراعه بس انه معصره شوي معي بالمدية اذا في هيك حدا يساعد ما فيك على وزاره الصحه انا قدمت بس انه ان شاء الله في عندي شويه تكاليف وفحوصات انه بتفوق وزاره الصحه قد ايه الكلفه وين بدك تعمل العمليه والله بدي شوف اي مستشفى بيروت ان شاء الله انا والله اول شيء انه حشوف الكليه اذا ظبطت معي طيب اختي بتعطيني انا طيب لا لك شغله هلا اذا زبطت الامور وانتم اذا ما عندكم لا ضمان ولا تعاونيه ولا شيء بتقدروا تتوجهوا على وزارة الصحة إذا في موافقة من المستشفى وبتعمل العملية وبيكون على حساب وزارة الصحة هلأ إذا 10% مش قادر تدفع 15% بنشوف بوقتك حكينا بلكي هيك إذا حدا بحب يساعد أهلا وسهلا فيك وعلى سلامة إن شاء الله على سلامة صورة اليوم بنشوفها سوا صورة اليوم هالصورة مرسلة للبرنامج هي لثلاث شوارع متصلة ببعضها بمنطقة الظريف الصنايع يعني شوارع مستشفى الأطباء مركز توفيق طبارة ومتحف باشا مدخل حديقة الصنايع يمكن اختصار معاناتهم ومعاناة الناس بثلاثية التشبيح التعدي على الأملاك العامة والمتاجرة فيها فيبدو أنه خطة بلدية بإزالة العوائق من على هالطرق ما شملت هالمثلث التشبيح رغم انه بيبعد امطار قليله عن وزاره الداخليه هالشوارع رح بيقوموا بعض سكان المباني ومعظم اصحاب المحلات بحجز مواقف للسيارات ومثل ما شايفين يعني الاقرب للبلديه ما وصلوا له والابعد وصلوا برسم محافظه مدينه بيروت وبلديه بيروت بنهاية هالحلقة ضوينا اليوم على مشاكل عين السعادة لتختصر بالنفايات وتراكمها بالمجارير بالأعمال اللي موجودة ومسكرة بيوت الناس
بالوقت ذاته كمان في احد الموظفين له سنتين ونص بملاك البلدية، صار بالبيت ما بنعرف ليه، تشكى ولكن هو بالملاك وهو يعمل كمأمور حقوق كمأمور في البلدية، ما بعرف من وين له حق رئيس البلدية يوقف له شغله ويبعته على البيت، شو ذنبه ما بيعرف. بكل الحالات نحن حاولنا الاتصال برئيس البلدية الأستاذ جاك شختورة امبارح واليوم ولكن لا جواب. إذا عنده جواب 04-444-444 ونحن حاضرين نسمع الرد. كمان اليوم تعرفنا وذكرنا أنه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلشت في مخالفات السرعة الزايدة، عليكم أنكم تدخلوا على موقع القوى الأمن إذا في مخالفة تصلوا بالليبون بوست حتى تزبطوا عنوانكم حتى توصلكم المخالفة على البيت، وهيك بدكم تدفعوها وتنتبهوا حتى ما تكلوها مرة تانية. بعطيكم موعد مشاهدينا نهار الخميس دايما عبر الـ MTV، فيكم تتواصلوا معنا على 04-444-444. إلى اللقاء.